كابتن هاني العامري، انا ما زلت زعلان، ما جيت على الموعد، ولازم الانسان يحترم المواعيد. ليش هذا الوقت يسمونه ان وقتك السيف ان لم تقطعه طبرك نصرين قطعك. تفضل حاجة، خذ راحتك بابا. هذا القصر لي حاضر بابا. بابا انا معذب مو عبالك، وهاي البيبسي والحلويات والتمر والخلفة صار لنا ساعتين يقص. أنا ونحن متوعدين على الفطور، تضربني دبة وتقول لي راستك على الواتساب. يعني هاي الفقريات مال الواتساب مو اجي انا ادق عليك على الرصيد اقول لك يا باني يم المطعم تعال تعال، عفت مرتي عفت جهالي افتح ميت مسوي لي عم غنم بالبيت وتمن عنبر عفتن. قلت له انا مشتري قصوا لي، انا جاي من النجف، انا اخوك. قلت لك على راسي اصير لك معذب، تالي تضربني دبة بابا انا راح انتظرك للسحور. هذا القصوا لي، اذا جيت اجيت، واذا ما جيت راح اكل على ضوء القمر انا ومرتي وجهالي وابن حميد واحلى رماش لاخوي هاني العامري. وانا زعلان وعيب، يعني انا صاير لك معزب وجاي عايف شغلي وقاعتي ولاعبيني وانت تقول لي راستك على الواتساب، ترى تاخر عليك. يعني وهذا احترام المعزب المثل شو يقول؟ يقول يا معزب باكر تضيف. يعني انا اليوم اصير لك معزب، باكر اجيك للنجف انت تصير معزب وانت تضيفني. هم اضربك دبه واقول لك راستك واتساب، ما يصير يا اخوي. فأنا زعلت وكل شيء بيناتنا انتهى. هاي